أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يدعم حرية الصحافة، حيث تؤكد الوثيقة الدور الحيوي الذي لا بديل له لوسائل الإعلام وتدين الضغط عليها. وفقا لإذاعة صوت أمريكا، فإن التصويت على القرار كان ردا أو في وقت تحركت فيه حوالي 350 صحيفة أمريكية دفاعا عن الصحافة الحرة وضد الانتقادات المتكررة من الرئيس دونالد ترامب.